السلام عليكم البنات، رمضان كريم يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه والمسرات ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا طريقه تحضير حريشه سريعه التحضير بمقادير جد بسيطه، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، كتستحق فعلا فعلا التجربه. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالضغط على جيم والاشتراك باش يوصلكم ديما الجديد ديالي، ونخليكم مع المقادير. كنحتاجوا لهذه الحريشات، بيضة واحدة، كاس، هذا عندي كاس ديال الشاي ولكن راه كاس ديال العنبة، يعني العبار اللي فيه يعني كاس العبار ديال العنبة، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب هنايا ديال السنيدة، نقرب باش يبان لكم، فانيا واحدة، ثلاثة الكيسان، يعني هذه ما ماشي غير المعتاد، ماشي ديال السميد، هذه ديال الدقيق ديال الذرة، يعني صحية ومفيدة، مفيدة بزاف بالنسبة لنا احنا الكبار وبالنسبة حدينا حتى للصغار. يعني هنا ثلاثة الكيسان، قياس ديال كاس العنبة ديال الدقيق ديال الذرة، وكاس واحد ديال الفورص، عندنا هنا جوج خمارات، فيغميسيل للتزيين، والحليب بيان سور باش نجمعو به الخليط. نبداو البنات على بركة الله، ناخذ الإناء اللي غادي نطربو فيه البيض مع الزيت مع سكر سنيدة مع لافاني. بسم الله، كنديرو البيضة والزيت، بسم الله، والسنيدة، كنقربو مزيان حتى كيتبدل لينا اللون ديال البيض، كيرجع لينا ابيض، وكنحسو بان ديك السنيده بدات كتذوب، يعني ما بقاتش خشينه بحال كيفما كنتبعو. دابا غادي نخدموها مزيان، كنعتذر البنات، قبصه ديال الملح يعني ضروري، غير قبيصه، غنستمروا على هذه الطريقه وغنرجعوا ملي غيرجع لينا شويه في غادي البياض. كما كتلاحظوا البنات كنحس بالسنيده، صافي دابت، غنزيد هذاك الساشي ديال لافاني، وغادي نبدا نضيف في الحليب غير بشويه، غير قياس ديال نص كاس، غير بشويه البنات، غير بشويه، يعني الخليط كيجمعوا لينا قياس كاس ديال الحليب لا اكثر. من بعد فاش كتضيف الدقيق ديال الذره والدقيق ديال الفورص، الا بالك نتيا باقي خاصك مازال غادي تضيفي. بسم الله، دابا غنبدا نضيف الدقيق و او ميم طو نخلي شويه ونخلط، نضيف جوج خمارات، كتجي بنينه البنات، وصيفطو حنايا كاملين عارفين ان الذره صحيه ومفيده، صيفطو بالنسبه للدراري الصغار، اللي عنده دراري صغار عارف، اللهم هكذا شي حاجه ديال الدار حلوه وبنينه، ولا ديك السقاطه ديال الزنقه.
وغادي نجمع. بنات انا عندي هنا قياس 2 دراهم ديال الفيرميسيل، في حالة الى قويتوا الحليب في الديبار وجاتكم شوية جارية يعني عجينة ما كتجمعش، تقدري تزيدي دقيق الفورص ولا تقدري تزيدي الدقيق ديال الذرة، ما كاين حتى شي اشكالية. نزيد مازال شويه ديال الفيرميسيل، انا كيعجبني فيها الفيرميسيل كثير، انتما على حسب الذوق ديالكم. وغنرجع نشوفوا الطريقه الاخيره ديال العجين. انا رجعت البنات من بعد ما كملت التخلاط ديال الخليط ديالي، غير بغيت نقول لكم باللي راه العجينه ماشي تتجمع، يعني نتوما شوفوا القوام ديالها كيفاش داير، كتبقى كتلصق بحال هكا. ديجا انا راه درتها شويه جاريه واضطريت نزيد فيها شويه ديال الدقيق الفورص، وجدت اللاطه ديالي. اللي ما عندوش البابي ضروري تدهني اللاطا قبل ما تحطي فيها، وعندي خديت هنايا الزيت ديال المائده باش ندهن يدي، اذا ما دهنتيش كلها غادي تجمع لك في يديك، ضروري تدهني وكتبداي تهزي بحال هكا على شكل كويرات صغيورين وكتحطي. ديجا هي كتقاد بوحديتها مع العجينه جاريه، كندهن يدي مزيان وكنبقاو غاديين على هاد الطريقة. بالنسبة للقياس ديال الكرات يعني كلها تشوف القياس ديالها، لي تبغيهم معاهم كديجا كيتشتو، لي تبغيهم صغيورين غديرهم صغيورين، لي غتبغي ديرهم كبار ديرهم كبار، غير ديرو بحسب انهم راه كيتشتو يعني راه ما كيبقاوش في هاد القياس هذا. غنستمروا على هاد الطريقه هادي، كيجيو غزالات البنات، كيجيو غزال غزال. وصيفطو الدقيق ديال الذره راه مفيد، علاش لا نتسحروا به. انا درتهم اليوم على قبل باش نتسحر بهم الصراحه، انا كيعجبوني في السحور. ما راه كيتلصقوا ولكن غتحاولوا معاهم. غنبقاو غاديين بهذه الطريقه البنات حتى نكملوا كاع الخليط اللي عندنا. من بعد البنات غنكمل كاع هادشي اللي عندي هنايا، غنديروا في اللاطه. ديجا ما غنخدم ما غنطيبوش في الفران ديال الضو، غنطيبو غير في الفران العادي ديال العافيه. غادي نشعل ليه لتحت حتى يسخن شويه الفران، وغنخشيهم لتحت هو الاول، عاد من بعد ملي كيتفرقعوا كما لو كتفرقعوا وبداو كياخذوا لا فورم ديالهم، عاد كنخرجوهم كطلعيهم فوق يكملوا الطياب ديالهم على نار مهيله، يعني بلا ما تزربوا عليهم وتجهدوا في العافيه، خليهم على نار شويه ما بين وبين يعني متوسطه باش يطيبوا على خاطر خاطرهم. ونرجعوا ان شاء الله ونشوفوا الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا ديال الدقيق ديال الذره، ونشوفوا كيفاش غادي يجيو. رجعت لكم البنات من بعد ما طيبت الحريشات ديالي، كيف ما كتشوفوا ها هما وجدوا، كيجيو غزالين غزالين. شوف كيف ما قلت لكم كاع كيتشقوا كيتحلوا، وهشاش هشاش رطبين بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم عجباتكم، وبالصحه والراحه،
وان شاء الله تجربوها في البيوت ديالكم. وانا متاكده متاكده ما تخلوش عليهم، يعني صراحه كيوجدوه في كل 15 دقيقه بحال هكاك، يعني ما بين تخلط وطياب باش تحطيها موجوده 15 دقيقه تقريبا، وكيجيو غزالين غزالين. وكيف ما قلت لكم الشكل، يعني شوفوا نتوما واش كتبغيوهم صغار من هكذا ولا كتبغيوهم من على هذا القد، يعني عينكم ميزانكم. وبالصحه والراحه، وكنتمنى يكون لا فيديو عجباتكم وما نكونش ثقيله على القلوب. والى اللقاء ان شاء الله، شي فيديو اخر ان شاء الله. الله يعاون.